You better know what it is, Coach Abdullah معاكم واليوم راح أتكلم عن أهمية التيم وورك. فريق العمل. يمكن أنت الحين تبي تضعف، تبي تحرق دهون، تبني عضلات، تبي تغير نمط حياتك، تبي تخليه صحياً أفضل. يمكن أنت رياضي أو خلينا نقول رياضي سابق وتبي ترجع الأمجاد، أو رياضي محترف وتبي تكون أفضل رياضياً، أو خلينا نقول إذا كنت شخص عادي يبي يطمح إنه يكون أفضل. ففي الفيديو راح أتكلم عن التيم وورك، تيم وورك أو فريق العمل. طبعاً سواء كنت أنت محترف أو شخص بروحك تبي تسوي كل شيء، ثق تماماً هالشيء ما راح يفيدك، لابد أنك تشتغل مع فريق عمل. وشنو اللي أقصد فيه فريق العمل؟ ثلاث شغلات أو ثلاث ناس لازم يكونون معاك عساس أنت تقدر تطلع أفضل ما عندك. وغير كذي مو بس صعب جداً، ما راح تشوف نتائج إذا ما كنت أنت من ضمن فريق العمل. فمنو فريق العمل اللي راح نتكلم عنهم الثلاثة؟ أول واحد هو أنت. هي نعم، أنت رقم واحد. شلون انت؟ لان انت في النهايه الشخص اللي يكلم نفسه 24 ساعه. تخيل ان في واحد انت الحين تبي يعني قررت تبي تضعف، تبي تغير حياتك، تخليها صحيا اكثر، وفي واحد من خلينا نقول من ربعك او القرباء حواليك يقول لك يا عمي انت ما راح يفيدك، ما تقدر تسوي، يا عمي اللي قاعد تسويه حكي فاضي. شنو راح تحس فيه؟ يا شعور بالغضب، شعور بالحزن، شعور يعني بالقلق، ما راح تستانس، يعني ما راح يكون شعور حلو. فما بالك إذا هذا الشخص هو أنت، أنت الشخص اللي تقول حق نفسك والله أنا تعبان، والله أنا ما أقدر، أنا تعبت، كل ما أسوي ماك فايدة. أنت تكلم نفسك بهاللغة، فشنو راح يصير؟ صدقني راح تثق في نفسك أكثر من الشخص الثاني. فالكلام اللي تقوله حق نفسك ممكن أول يأثر عليك سلبا. فأول شيء لازم تسويه تكلم نفسك كلام إيجابي، تكلم نفسك بأسلوب ان انت تقدر. دائما اكتشف شنو قدراتك، اكتشف شنو مواهبك ومهاراتك، وقول حق نفسك انك انت قادر، ان انت شخص قوي، انك انت شخص عظيم وشخص يطلع منه وايد شغلات. لازم تعرف تكلم نفسك لغه ايجابيه، دائما تخاطب نفسك باللغه اللي انت تقدر، عشان فعلا انت تقدر. فهذا اول واحد من فريق العمل او التيم وورك اللي راح يساعدك هو انت. انت لازم تكون صديق نفسك. رقم اثنين، لازم يكون عندك كوتش. الكوتش هدف الكوتش انه يساعدك توصل حق اللي تبي. وايضا الكوتش هذا الشخص خصوصا اذا كان خبير، الكوتش يبي يقلل لك الاخطاء اللي هو كل الاخطاء اللي هو مر فيها، كل التجارب والاخطاء اللي وقع فيها واللي حاول يضبطها وحاول يستفيد منها على اساس يطلع افضل ما عنده، يبي يختصرها عليك. فدور الكوتش وايد مهم، انه يسهل لك حياتك، يعطيك المعلومات الصحيحة، يحفزك، يسهل لك الطريقة شلون انت توصل بدال ما تقع في الاخطاء الطويلة اللي يمكن هو وقع فيها على اساس يوصل الى مرحلة الخبرة. وايضا الكوتش ممكن يكون صديق لك، شخص يعاونك دائما، يكون معاك يساعدك. فهذا دوري انا ككوتش، انه دائما اصير وياك، اساعدك، احفزك، واقول لك شنو تسوي، او اقول لك شنو اللي انت عارف اللي انت لازم تسوي. ورقم ثلاثة، الناس اللي حواليك، لازم تختار الناس الصح. انزين، المثل يقول لك إذا الطيور نامت مع الخفافيش راح تنام فوق تحت مثل لما ينام الخفاش. فأنت لابد تكون مع الناس الصحيحة، الناس الصحيحة اللي هم عندهم الهدف اللي أنت تطمح له، الهدف اللي أنت تبي، سواء أنت تبي تخسر وزن أو تبي تصير رياضي أفضل أو تبي تصير ناجح بحياتك. إذا أنت تمشي مع الأشخاص اللي يعني نفس الأشخاص اللي هم حالياً معاك وما قاعد يساعدونك، ما قاعد يقولون لك الشغل اللي أنت لازم تسويه، أو ما قاعد يحفزونك، راح تظل نفس الوضع، ما راح يتغير شيء. لكن لما أنت تروح مع ناس هدفهم وأفكارهم إيجابية، هدفهم يعرفون شنو يبون ويعرفون شنو قاعد يشتغلون عليه عشان يوصلون اللي تبي، هالشيء هذا راح يخليك تتحفز انك انت تصير مثلهم وتطلع افضل ما عندك. اذا انت قاعد تماشي ناس ياكلون صحي وياكلون اكل دايت ويعرفون يمارسون الرياضة، فانت طبيعي راح تسوي نفس هالشيء. ما راح تماشيهم وتماشي ناس فقط يفكرون شنو اخر المطاعم وصيحات المطاعم الجديدة، اكيد راح تصير نفس الشيء. فاحرص تماما منو انت تختار، منو الاشخاص اللي تقعد معاهم. يقول لك إذا تبي تعرف الشخص
شوف منو الخمس أشخاص اللي هو يماشيهم. فإذا أنت تبي تكون ناجح ماشي هالخمس أشخاص، ابحث عنهم، شوف المكان الأنسب وتدرب معاهم، تعلم وياهم واستفيد منهم، لأن هذا الشيء راح ينعكس عليك وراح يخليك شخص أفضل. فهذا اللي أقصد فيه أنا التيم وورك اللي أنت تحتاجه إذا تبي تكون إنسان ناجح. فريق العمل اللي أنت تختاره، اللي أنت تكونه، هذا السبورت لك اللي أنت لازم تبحث عنه، راح يعطيك أفضل شيء ويخليك تطلع مثل ما نقول المحارب اللي بداخلك.